خلال السنتين في أمور وايد حاولت أن تغير مسارنا، بس بفضل أساتذتنا مثل الدكتور حمود والدكتور أحمد الشطي والأستاذة أماني والأستاذة مريم ومسلن، هم اللي ثبتونا بطريقنا للنجاح، وبدونهم ما كنا راح نكون موجودين هنا اليوم. بس إذا أنا بتكلم بصراحة أكثر، لازم أقول أن رحلة السنتين ما كانت سهلة، وبالتحديد لما قربنا من النهاية، كنا كل ما نقرب من النهاية تزيد علينا الصعوبة وتزيد الضغوطات وتزيد الواجبات والامتحانات، وكنا مع كل خطوة نسمع نبض قلبنا يزيد، ومع كل نبض شك وخوف وتساؤلات عن قدرتنا بأن نعدي خط النهاية.